السلام عليكم سهام. وعليكم السلام اخت هناء. هادي يا هادي اللي معاك سهام. كي دايره اخت هناء؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك، عباد لكم مبروكه. الله يبارك فيك لك كذلك. طيب كل اللي كنترد لا نعطيك حلوه بالتمر. حلوه بالتمر، ولكن بغيتك بعدا تحيدي عليك هاد الخلعه وتقولي هذه اختي سناء معايا كتهضر معايا. الحمد لله مرتاحين، باش ما تنسيتي حاجه في المقادير. واخا واخا، يلا بسم الله على بركه الله. بسم الله. كناخذوا ربع الزبده. نعم. مارغرين ديال ربع الزبده وياغورت فاني. ياغورت فاني كندلكو ديك الزبده مع وناخذوا كيلو التمر مبخر ومعجون. هذا كتصوبيه على يديك في الدار؟ الا بغيتي تبجديه في الدار كاين هذاك المعلب، الا بغيتي تاخدي ديال الزنقه. نعم، انا كنفضل هذا باش تصوبيه وتنصبيه بشويه ديال الزنجلان وشويه ديال القرفه. اذا السيدات نسمو، واش هذا منين كتكوني كتفوريه او كتبخريه؟ تحيدي له العظومه ديالو. اييه، شويه معلقه ديال الزنجلان وشي راس معلقه ديال القرفه. غيجي هائل. ناخذ ديك الزبده دابا، العجينه ديال الطابلي ديالها، ناخذ ديك الزبده تكلكيها مزيان في ياغورت. ونزيدوا لها شويه دقيق تقريبا شي زلافه بحال هكا. نعم. ونورقوها، نخليوها شويه ترتاح ونورقوها بالمدلك. وتقطع بالطابع داير ونحربلو هذاك التمر، نديرو حريبله ديال التمر وتسد بحال هكا ونضغطها بالفرشات. اذا كترشميها بالطابع دائري ومن بعد كنديروا داك الحريبله ديال التمر في الوسط ديالها. اييه، ونسدوها تولي على شكل هلال. ونضغطوها بالفرشات من الجناب ديالها. ودخل الفران، ملي تخرج كنمرمدوها سكر كلاصي. هادشي غزاله غزاله. تبارك الله وتبارك الله عليك انت، يا ما شاء الله عليك. بارك الله فيك، منكم كنستافدوا. الله يبارك. انا دايره جوج كرنيات، الاولى عمرت والثاني بدا فيه. وتبارك الله عليك اختي سهام، ودابا انت اليوم عاوتاني